فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا خصت الكفارة بمن جامع في الفرج فقط دون غير ذلك من المفطرات؟ لأن هذا الذي ورد به الدليل، ما ورد إنه يكفر إلا في الجماع. المفطرات ذكرت ولم يذكر فيها كفارات إلا الجماع، يقتصر على ذلك. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما هي الكفارة لمن جامع في نهار رمضان؟ كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد إنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم.